ملوش لازمه باللي تفكر فيه. كنت اتهجمت عليا في بيتي، رفعت عليا السلاح، ده هتدفع ثمنه غالي قوي. عايزه الناس كلها تعرف ان سليم ابني بريء. حقيقة اللي بتتكلم عنها يا سليم؟ اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد، وهما كمان زقوا تايسون عليا عشان يشهد صور. يا كل ما اكلمك عن حد تروح تقتله. مين اللي خبط ندى بالعربيه وزياد صوره؟ ابن لطفي ابو المجد. والورق ده بيقول كده، لطفي ابو المجد بيقول ان ابنه كان في العين السخنه ساعه الحادثه، صح؟ تليفونات تامر بتقول ان هو ساعه الحادثه كان موجود، وبعديها بشويه طلع على البيت، بعدين على العين السخنه. يعني تامر طلع على العين السخنه بعد الحادثه مش قبليها. تامر ابنك انه كان موجود في العين السخنه وقت وقوع الحادث، مع ان تقرير شركه الموبايل بيقول انه كان موجود في القاهره وقت وقوع الحادث وفي نفس المكان، وانه راح العين السخنه بعد الحادثه تقريبا بساعتين. انت عندك فكره يا حاج ان الشهاده تزور جنايه؟ الحق عليا ان ريحتك من الواد، وكمان غرست لك سليم اكتر ما هو غارز سلاتي. ده شطار، عشان كده انا سايبه هو لطفي لصلاح. دول 20,000، يعني كده وصلك 25، يعني النص يابا. انا اديتك اول خيط عشان تجيب براتي، لو شغلك اول ورقه جبته منين تقدر تجيب اذن النيابه وتجيب زيه. على فكره ليه هو بالظبط؟ انا مأمن مكان بعون الله هنروح مع بعض فيه، وانا هبقى مطمن عليكم على سركم، بس يلا بينا بسرعه. يلا. انت عايز الواد ده يلت على الانترنت على حوار الضابط انه طلب منك رشوه وكده؟ انا بقى مالي زي ما انا كده هتكلم عن الرشوه اللي هو طلبها مني؟ انت كمان هتتكلم عن ان الراجل ده كان مستقصدك من اول يوم جه في المنطقه. حنان تعالى يا حمد ادخله. يلا يلا. ما تقلقش يا سليم بيه، حنان دي ست لكن بميت راجل. ايوه يا حوده، بس افتكر صدقت كلامك. حنان دي بتصدقني طول العمر، ما ينفعش تيجي النهارده وتكتبني. ربنا يستر. ايه يا اسطى حوده جو دعاء الكروان ده؟ تراعي مشاعرنا يا عم، ده احنا مساجين وهربانين من الحكومه. عارف يا سليم بيه، حنان دي لو ما صدقتناش كانت عملت ايه؟ ما كانتش استقبلتنا ولا فتحت الباب من اصله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتوا البيت كله. اتفضلوا الشاي. ست الكل حنان. نورتوا الدنيا كلها. معلش البيت كله نايم، بس انا برضو هحضر لكم عشا، عشا خفيف كده شويه جبن، لكن بكره الغدا بقى هتاكلوا صوابعكم وراه. معلش يا مدام حنان، يعني لو هنتقل عليكي شويه. تتقل عليا ايه يا باشا؟ بيتي بيت حوده وبيت حوده بيتي، يستقبل فيه اللي هو عايزه. اصيله ست العرايس حنان. تعيش يا مدام حنان. ايه مدام دي؟ انا اسمي حنان، واهل البلد هنا كلهم بينادوني يقولوا لي يا ام هند. بيترعبوا مني لو سمعوك انت عمال تقول لي يا مدام يا مدام، ياخدوا عليا. صح. ماشي يا ام هند. هو انت بنتك الكبيره اسمها هند؟ اه الحمد لله، عندي هند عروس على وش جواز، وعندي هاله، واخر العنقود بقى العسل هنا. ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم. انا برضو ربنا رزقني ببنات، عندي ملك ورؤية. مش عارف عاملين ايه من غيري دلوقتي. ولا تخاف، ربك رب قلوب، وربنا بيقف مع الولاية. اسألني أنا، أنا ولية وبربي ولاية، وربنا ناصرني آخر نصرة. نخش في المهم بقى. انتوا جايين تقعدوا عندي هنا، طبعا البلد كلها هتتكلم مين الراجلين اللي قاعدين عند حنان في المزرعة. ما فكرتش أنا في حاجة زي كده. بس أنا فكرت فيها يا حود. حنان، انت شفت الفيلم بتاع من حواء؟ آه. فيلم من حواء ده، شفت رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز لما رشدي أباظة كان عامل فيها الدكتور، وجه هو والتمرجي بتاعه يعالجوا البهايم؟ ايوه ماشي ماشي يا ست الكل. مال الفيلم اللي انت بتحكيه بالبهوات اللي معايا؟ انت إيه؟ بتقول اي كلام؟ ايه اللي ماله ده يا حود؟ احنا لازم نتعلم من السينما، لازم نتعلم من الافلام. امال هما بيعملوا افلام السينما دي ليه؟ ما عشان الناس تتعلم وتتصرف. ما تيجي نمشي يا سليم بيه. اصبر بس. البيه القمر ده سليم بيه، هيبقى الدكتور البيطري، والافندي اللي جنبه اسم الله عليه حلاق البهايم. طب ما تشوفي لي حاجه تانية كده يا ست حنان. اشوف لك انت التمرجي بتاع البهايم. ماشي انا تمرجي. تمرجي ايه بقى؟ ما تنقي ملفظك بقى يا ست الكل. انا محافظه على ملفظك كويس. ايوه اللي انت بتقوليه ما يصحش يتقال قدام الضيوف. انا ما بقولش الغلط ابدا يا حود. ما تلم نفسك يا حود. خلاص يا حود، خلاص يا حود، مشي الدنيا. معلش معلش يا حود، كملي. لا ما هو اصله بتسرح منه ساعات. معلش يا ام هند، معلش كملي. بس احنا لا مؤاخذه يعني احتمال نطول شويه، الناس مش هترغي وتقول كلام كتير. برضه عملت حساب ده يا باشا. حنان عامله حساب كل حاجه. قعدتك تطول عندي اقول انك شريكي عشان نكبر المشروع ونطوره، ساعتها ما حدش هيسال انت قاعد هنا ليه، هتبقى قاعد في ملكك. صح حنان. حنان
نورت يا رامي. اتفضل اتفضل، تعالى نقعد هنا. معلش بقى انا سهرتك، الجو برد يعني، وانت شكلك اصلك من النوع اللي بينام بدري. لا لا ابدا، بالعكس خالص يعني. ايه يعني وتوض زي حالتي؟ بالظبط كده. طب ايه رايك بقى في الشقه؟ مش احسن من الكافيه والدوشه وبتاع؟ ده بيتك ده يا تامر؟ حاجه زي كده يعني، تقدر تقول عليه مكان للنقاهه، استراحه. استراحه؟ يا عم مالك استغربت قوي كده؟ هنا تقدر ترتاح من اي حاجه تعباك. ها شاي ولا قهوه بقى قبل ما الواد شادي يجي؟ تشرب ايه؟ ماشي يا بقى. اي حاجه. ماشي يا عم، منك شاي اخضر معايا بقى. دي بقى اوضه الغفير. غفير؟ امال هو راح فين الغفير؟ هرب هرب البعيد بعد ما سرقني. ساتر يا رب. اتفضلوا اتفضلوا. انا بقى بالقيمه جبت غفير عشان يحرسني انا والبنات والبهايم، بدل ما يحرسني يا بيه قام سرقني. من ساعتها حلفت مش هدخل راجل هنا ابدا، وجبت بندقيه وبقيت واقفه بنفسي بحرس بيتي. لا يا جدع يا مدام حنان، ربنا يكرمك. معلش لا مؤاخذه يعني، الاوضه مش قد المهام، بقى لها سنين وسنين ما اتفتحتش. قضوا الليل والصبح هجيب النساوين يخلوها زي الفل. عايزين اي حاجه؟ تسلم يا ست حنان، تصبحوا على خير. انت من اهل جاهز؟ بس ممكن ارامي معلش نيجي بالكاميرا كده شويه، عشان بس الازاز دي ممكن حد يفهمها غلط. طيب هي مش باينه. طب تمام ماشي اوكي يا بيدا. تمام اوكي يلا جاهز؟ جاهز. قول لي بقى يا تامر، هو انت عايز توصل لي او عايز تقول يعني ان هو كان مستقصدك من الاول مش كده؟ مظبوط، من اول يوم لي في الاسم عندنا وحطتني في دماغه، وشادي صاحبي شاهد على كل حاجه. يا معلم حصل قدام عيني. طيب ماشي، ايه بقى السبب؟ هو كان يعرفك من الاول مش كده؟ ابدا ولا عمري شفته قبل كده، بس هو يعني الظاهر كان سامع عن الحاج لطفي ابويا وكان عارف ان الدنيا متيسره وكده. انا اول مره شفت فيها سليم الانصاري كنت راجع بعربيتي بالليل، وكان معايا شادي، وقفني بالعربيه وقال لي رخصك. انا قلت ما يجراش حاجه يعني، رئيس مباحث المنطقه عندنا، فطلعت الرخص اديتها له، ما بصش فيها اساسا. قعد بقى يبص للعربيه بتاعتي كده بنظرات غريبه ويقول لي بسم الله ما شاء الله العربيه دي انت عامل فيها حاجات سبيشال اوردر. انا وشادي قعدنا نبص لبعض كده مستغربين يعني، فقلت له يا باشا بعد اذنك ممكن الرخص عشان نروح. فراح قايل لي باشا مين بقى ده، انت اللي باشا. وساعتها قال له تبادلني، تديني باباك وتاخد بدلتي. حتى ساعتها تامر قفش، صح يا تامر؟ ايوه مظبوط. ماشي وبعدين؟ بعدها بكام يوم شفته بيعاكس ندى الله يرحمها. الله يرحمك يا ندى. انا بصراحه شفت الموقف ده الدم نطر في نافوخي. ما ندى دي برضه بنت حتتي وبنت يتيمه يعني وملهاش غيرنا. فقلت اروح اتكلم معاها بالهداوه كده. لسه يا دوبك بقول له يا باشا على فكره ندى دي بنت ناس ما هياش شمال. راح بقى هابف فيا وصار وقعد يزعق ويجعجع في الشارع ويقول لي قد انت فاكر نفسك ايه عشان تيجي تكلمني؟ انا هحط رجلي على رقبه التخين هنا ومحدش يعرف يعمل معايا حاجه. انا بقى يعني كان لازم اسكت عشان خاطر دي سمعه بنت يعني انت فاهم؟ بس بعدها بقى تاني يوم على طول وقفني في الشارع وكان معايا شادي، واليوم يا شادي بتاع الابتسامه الساخره بتاعته دي فاكر؟ وراح قايل لي يا تامر انا عايز اتكلم معاك كده في موضوع. قلت له اتكلم يا باشا قدام شادي مفيش حد غريب. فقال لي طيب انا عايزك ما تزعلش مني وانا عايز اجي للحاج لطفي ابوك عشان اشتري عربيه بالقسط، وقال لي بالحرف الواحد مفيش ما بين الخيرين حساب. فانا قلت له يا باشا انا مش فاهم قصدك يعني. فراح بنفس الابتسامه الساخره بتاعته دي قايل لي لا انت فاهم قصدي كويس، وخلينا حلوين مع بعض بدل ما رزيك عشان المرزية مفيش اسهل منها. بس وبعدها بقى حصل اللي حصل لزياد الله يرحمه. الله يرحمه. طيب استاذ تامر معلش، بس في شهود على الكلام ده؟ طبعا يعني ده من فضل ربنا وكرمه. شوف لما ربنا بيحب ينصر حد، شادي شاف كل اللي حصل ده بعينيه. يا معلم انا شاهد. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سليم انصاري. انا مش عارف ارد جمايلك ازاي يا حنون. انت بتستعبط يا حوده. جمايل ايه؟ وفي بيني وبينك جمايل؟ اللي انت عملتيه معايا ده ست ولا بمية راجل، لا ست الكل. ست الكل في عينيك عشان انت عينيك حلوه يا حوده. هتفضلي في عينيا ست البنات وست الكل، ام ضفاير، حتى لو مر على اللي بيننا ده يجي مليون سنه. ست البنات ايه بعد العمر ده كله والام البنات؟ امشي
انت متصربع ما عارفش على ايه. قلت لك اقعد اتعشى مع الرجاله وانت مش عايز، ده انت حتى كوبايه الشاي ما تهنتش عليها، مستعجل على عشاء مع ام العيال. حنون عهد عليا هبات من غير عشاء، انت الحنون كله. سلام. سلمي على عيال حوده، ما بينساش ابدا. يا عم ابراهيم ارحمنا، كفايه تربش كده. امال هننام بس على الحاجه دي ازاي يا بيه يا متربه كده؟ يا ابني احنا كده مش هننام، كده هنموت. قايد لك ساعتين زمن واجيب حد ينضف لك. خلاص بقى بس اللي هيتحرك فيكم هطير رقبته. احنا تعبناك معانا والله يا رامي، يعني احنا معتمدين عليك بقى. ما تقلقش، ان شاء الله من بكره مصر مش هيبقى وراها سيره غير اللي عامله سليم الانصاري معاكم على الحاج لطفي. الاشكال لازم تتربى، كفايه افترى بقى. احنا معتمدين عليك، ربنا يخليك يا رامي، ربنا يجازيك خير يا حبيبي. يلا السلام عليكم. مع الف سلامه يا حبيبي، مع الف سلامه. خليك خليك معايا في البيت. خلاص ماشي، سلامه تامر، سلامه شادي. مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه. اجمد شاب بجد تامر ابو المجد، وده اجمد شاب بجد تامر ابو المجد. ايه رايك يا معلم؟ سنجفت انا يا ابن اللعيبه. الواد نازل من هنا فاكرك خضره الشريفه. 6 3 10 على 10 يا شادي، انا كنت خايف منك قوي جدع. يا والصاحب ليه عند صاحبه يا تامر؟ على قولك، لو اننا يعني عدينا مرحله الصحاب دي من زمان. عارف ده شادي، انا ساعات كده اسرح واشرب بزيني وتخيل لو ابويا يعني كان خلف اخ بدل قرطه البنات اللي في البيت دول، هل انا يعني كنت احب اخوات اكتر منك؟ والله ابدا، انا بحبك يا ده شادي. احمد ربنا ان انت عندك اخوات بنات بقى، ولاد شياب مش هتفرق، المهم ان في حد من دمك موجود. مش وحداني زي كده. وحداني زيك؟ صدق انت عارمه، ما انا رحت فين ياض؟ قد انت عايش في عمري. عارف يا شادي احنا اصعب بقى لنا كام سنه؟ من واحنا في حضانه داخلين في ال 25 سنه. تقريبا. طب بقول لك ايه؟ احنا لازم نحتفل بقى باليوبيل الذهبي لصداقتنا. خرب بيت امك، اسمه اليوبيل. يا عم انا عارف بقى، هو انت يا شادي على طول كده تقعد تديني دروس في اللغه العاميه الفصحى؟ ما هتكبر مخك يا عم. المهم بقى لازم نحتفل، ها؟ كاسين ولا سجارتين ولا هتشد لك لاين مع اخوك؟ ومات الزبير. ماشي يا عم اجيب لك الزبير. بقابلني لو فلحت. وده ينفع برضه مدام حنان من اولها كده رفع سلاح؟ معلش يا اخوي اعذرنا، البنت لسه صغيره. صغيره ايه وكبيره ايه يا ام؟ انا ما غلطتش في حاجه. ما غلطتيش ازاي؟ يعني رفعت علينا سلاح وكنت هتضربينا بالنار وما غلطتيش. وانت عايزني اعمل ايه يعني لما الاقي صوت اتنين رجاله غرب في الاوضه اللي مقفوله بقالها سنين؟ اجي اشوفكم تشربوا ايه ولا اخدكم بالحضن؟ صح، بنتك عندها حق، سمعت صوت غريب في الاوضه راحت تشوف مين. معلش اديك قلت بنفسك اهو. سمعتي يامه ولا برضه عاوزه تطلعيني غلطانه وخلاص زي عوايدك؟ يا بنت لمي لسانك يا بنت، ما ينفعش اهزقك قدام الضيوف. وتهزقيني ليه بقى ان شاء الله؟ اذا كان الافندي اللي ما اعرفش وقع علينا من انهي داهيه قال لك اني ما غلطتش. على فكره ما غلطتكيش، بس ما ينفعش تاخدي البنديه بتاعت والدتك. افرض الاوضه كان فيها حراميه بجد وخدوا منك البنديه، كان هيحصل ايه دلوقتي؟ خليك في حالك والنبي. يا بنت تعبي يا بنت، ده الدكتور اللي جاي يساعدنا. عيب، معلش حقك عليا يا دكتور، حقك عليا. معلش ما تربيه البنات بقى والسن هنعمل ايه؟ يلا قدامي ناموا وارتاحوا كده والصبح هنا كلام تاني. يلا يا بت يلا تصبحوا على خير. يا مراري ما تيجي نمشي يا سليم بيه. صباح الفل يا صباح النور. صباح الخير يا دكتور، منور البلد يا دكتور. صباح الخير. اهلا اهلا وسهلا، البنات حضروا لكم بقى ايه؟ فطار 10 على 10. امال ايه يعرفوا ان احنا جينا؟ المكان كله يا دكتور عارف ان انت جيت، نورت البيت. اصل انا ايه كل يوم الصبح كده بعمل اجتماع صغير اجيب اسره العمل بتاعي اشرح لهم كيفيه سير العمل، زي كده فيلم ايه مراتي مدير عام لما كانت شاديه بتجمع الموظفين وتوزع عليهم الشغل. وهم فرحانين قوي بقى، فرحانين بيك قوي يا دكتور انت والمساعد بتاعك. الحمد لله. اصل احنا عندنا مشاكل كتير قوي مع البهايم، عايزين بقى نعرف كيف تتعامل مع البهائم
لكي تدر لبن اكثر. حاجه سهله خالص بسيطه. ان شاء الله هتعلمه. الحمد لله. ان شاء الله. البنات جواهم اسئله ياما. افطروا بقى. اسئله كتير يا دكتور. يلا يا بنات. قلت لك اسئله ياما. تيجي نمشي يا سليم بيه. نمشي نروح فين؟ مش هعمل اللي فيها دكتور؟ اتفضل افتي بقى. تبقى افتي في البني ادمين زي ما انت عايز، انما في الحيوانات حرام. صح. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا وليد. بلغوني سعادتك عايزني يا باشا. اقعد. حاضر. اطلب لك قهوه؟ الله يخليك يا باشا، شربت قبل ما انزل من البيت. وسعادتك هنا من بدري؟ يا سيدي. الساعة ما جاتش 8 يا باشا. ما جاليش نوم من امبارح ومطبق. قلت اجي الشغل بقى اشوف اي حد راضي فيه. لكن للاسف ما لقيتش اي حد طلع فيه همي. والله يا باشا لو اعرف انا كنت جيت بقيت مع ساعتك امبارح. يا سلام. والله. طيب اشرب القهوة وعندنا زيارة لاسم العمرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور سليم دكتور بيطري. شاطر جدا في علم البهايم، تخصص بقر وجاموس. العلم الوفير بقى اللي في دماغه هيساعدنا ان احنا نكبر المشروع بتاعنا، ويساعدنا ان احنا نعالج البهايم اللي عندنا لكي تدر لبن اكثر. اما الاستاذ ابراهيم التمرجي المساعد بتاعه بيشتغل الشغلانه دي بقاله 25 سنه، يعني خبره، وبرضه هيساعدنا نتعامل مع البهايم اللي عندنا. أنا كده خلصت كلمتي، تيجي دلوقتي بقى كلمة الدكتور. دكتور. أول حاجة طبعاً سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما الست أم هند بتقول أنا خبرتي كبيرة جداً في علم البهايم والجواميس والبقر، بس أنتوا طبعاً شغلكم من زمان، يعني لو حطينا إيدينا في إيدين بعض هنعمل شغل جامد قوي، مش كده رجالة؟ مش كده إبراهيم؟ كده يا باشا. وهو الأخ اللي معاك ده أخرس ولا إيه يا دكتور؟ يا بنت عيب يا بنت تلمي يا بنت، ما ينفعش الرماده دي قدام الضيوف، قطع لساني. لا إيه؟ هو مش اخرس لماضة. مش اخرس يا شربات، معلش. عايز اقول لك بقى انه ابراهيم ده التمرجي بتاعي، وده الكل في الكل، ما بعرفش اعمل حاجه من غيره. ومعلومه بقى كمان، ده مش بيفهم في البهايم بس، لا بيفهم كمان في البني ادمين. يعني انت لو عايز اي حاجه تروح تساليه على طول. ما تتكلم، هو انت خرسيت دلوقتي؟ مش حزبت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم ابراهيم، يعني زي ما سليم بي زي ما الدكتور سليم بي قال عليا كده بالظبط. احنا ان شاء الله هنحط ايدينا في ايدين بعض ونبقى فريق واحد، وهنخلي الحيوانات والبهايم بتاعتكم تبقى اجدى حيوانات في الدنيا. الله الله ابراهيم الله. طب ادام احنا دخلنا في الشغل على طول، في بقره حرنانه من صباحيه ربنا. ما هي لازم تبقى حرانه، احنا في الصيف. ده طبيعي يا شربات. حرناني حرناني دي مش راضية تنزل ولا نقطة لبن، وإحنا غلوبنا معاها ومش عارفين نعمل معاها إيه. انت بس اتبع الدكتور سليم وتعليماته، وإن شاء الله هتنزل لك لبن وكابتشينو وزبادو وأي حاجة انت عايزاها. انت سيفة كبيرة بقى للدكتور يا بنات. سقف يا مرحب يا دكتور يا مرحب. قلت لك نمشي يا بي. والله مشي. والله خطوة عزيزة صلاح باشا، نورتنا. تفضل اشرب قهوتك. شكر. سيجارة؟ لا معايا سجاير. انا اصلي كنت براجع في الملف بتاع قضية سليم الانصاري، واستوقفتني شوية حاجات كده في شهادة الشهود. قلت اشرب معاك شوية قهوة واقعد معهم شوية. سلام يا باشا، ده مكانك، تنورت المكان كله. عايز تشوف مين في الشهود يا باشا؟ رفاعي. الامين رفاعي. ثواني يا باشا. ايوه يا ابني، شوف لي الامين رفاعي فين، ابعته لي بسرعه. ثواني يا باشا، يبقى عندك. تعرفه كويس؟ والله يا باشا رفاعي ده من اول ما جيت هنا هو كان موجود. ده واد اغلى من الغلب، يعني تقدر تقول عليه كده اول امين شرطه كيوت في الداخليه. انت لو شفته هتحبه يا باشا. طب وزناتي؟
ماله زنقت يا باشا؟ ده حتى كم راحة ساعة حادثة سليم، ده ما شاهدش أصلا. أنا عارف إنه ما شاهدش، أنا بسألك يعني رأيك فيه إيه؟ يعني بصراحة مستغرب يا باشا، يعني تعرف زنقتي منين أساسا؟ إيه تسألني سؤال زي ده يا طارق؟ لا مؤاخذة يا باشا ما أقصدش والله، بس استغربت شوية يعني. هو زنقتي يعني واد حرك وبتاع شغل، ما بيونش، عشان كده تلاقي ناس كتير ما بتحبوش. سليم ما كانش بيحبه. والله يا باشا دي كانت حاجة غريبة جدا. سليم من أول ما حط رجله في القسم هنا هو كان حاطط الراجل ده في دماغه. سليم ده أصل كان طبعه صعب شوية ناشف، لكن بيمشي في القسم يخانق دبان وشه. تعال رفاعي، صلاح بيه عايز يتكلم معاك شوية. تعالى. والله مغلبان يا دكتور آخر غلب، وعملت لها كل حاجة عشان تحن ومفيش فايدة. تحن؟ مقطعة قلبي يا ولدان. اصل زمتة اللبن دي وحش، وانت سيد العارفين. ايوه عارفها، زمتة اللبن جنب صفة اللبن عارف. اهو البركه فيكوا بقى تلاقوا لها حل وانتوا هتغلبوا. خلاص يا بنت بلاش نماضه، يعني سيبيهم يشوفوا شغلهم، انت كده معطله حبل افكارهم. هما جايين يساعدونا ولا نقعد نلك بقى ويقعدوا يسمعوا فينا؟ هو انت ما بتردش عليا ليه يا دكتور؟ لا بفكر في المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه؟ مصيبتك كفر الله الشر. مصيبه اللي البقره فيها. يلا يا نسوان، يلا عشان الدكتور البيطري بقى يشوف له حل بقى. يلا يا اختي مش وقته، يا اختي يلا يلا يا اختي يلا يا بيت. طب والنبي يا دكتور بشويش على الدرع، احسن مش مستحمله حد يجي ناحيته. اصل احنا هنا قوي. الدرع عذابي. تعرف يا ابراهيم، احنا كل ده ربانين وربنا سطرها معانا. البنت دي هتودينا في 60 داهيه. ما تيجي نمشي من هنا يا ابراهيم؟ يعني انت رفاعي اللي بعت العسكري بتاع الحجز علشان يروح يجيب له الدواء صح؟ ايوه يا باشا مظبوط تمام كده. طب ما روحتش انت ليه؟ ليه تسايب العسكري نبطشيته؟ يا باشا انا عملت اللي سليم بيه قال لي عليه بالظبط، وما كنتش هراجعه في كلامه. حكيم هو بقى ربنا يفك كربه، كان طبعه حامي وكان بيهب فينا على اقل حاجه. فك كربه، ربنا يفك كرب كل مكروب يا باشا. وعند راجل اشتغل معانا وكلنا عيش وملح سوا. اصيل يا رفاعي. طب وزياد ماله يا باشا؟ ما شفتوش بعد ما سليم راجع من بره؟ لا يا باشا ما شفتوش. يظهر بقى سليم بيه كان بيعمل كل ده عشان يتحرك بيه براحته ومحدش يشوفه. وجهة نظر برضه رفاعي. على فكره رفاعي ذكي ولماح قوي، وواد جدع كده وصاحب صاحبه. وزناتي؟ زناتي مش صاحبك وحبيبك ده ولا ايه؟ اه يا باشا زناتي كويس الحمد لله كويس، بس هو في مأمورية بره. طيب ما تنساش انت تسلم لي عليه. الله يسلمك يا باشا. طب وسليم الانصاري قتل زياد ليه؟ ولا هو اللي ما قتلوش؟ يا باشا النيابه قالت هو اللي قتل، وانا هعرف اكتر من النيابه، يعني خلصانه بختم النسر. عندك حق. طيب ايه اللي ممكن يكون بينه وبين الواد زياد ده عشان يقتله؟ ربنا العالم بقى يا باشا. الواد كان صاحب مرض، واكيد سليم بيه ما كانش قصده يجيب اجله، لكن هنعمل ايه؟ خلصانه بميعاد. اعمار يا باشا اعمار. طيب انت تقدر تتفضل دلوقتي، ما تنساش بس سلمني على صاحبك. ها قول له صلاح بيه بيسلم عليك كتير قوي، وخليهم يشوفوا لي فين وليد بيه علشان عاوز امشي. بسم الله بسم الله. انت متاكد يا ابراهيم ان انت يا بسم الله؟ ما هو يا بيه قدامك اهو. هيا دكتور ايه الاخبار؟ انا قلت لكم مش عايزين حد يخش علينا، سيبونا نشوف شغلنا. اتفضلي بعد اذنك. بعدين يا ابراهيم الناس دي لازم تيجي تلاقينا حلبين الجاموسه. طب انا اعمل ايه يا بيه؟ ده شكلها الجاموسه دي عامله رجيم، هتنزل لنا لبن دايت في الاخر اهو. بسم الله. هيا دكتور. بسم الله. هيا استاذ ابراهيم، زمانكم قلتوا بقى الست دي ورطتنا وخلعت وسابتنا مننا للجاموسي.
يعني الواد زناتي ده عليه علامات استفهام. وانا بدردش مع الامن والضباط عرفت ان زناتي ده شمال ورفاعي ده مش وراه في كل حاجه. وسعادتك ما طلعتش من رفاعي ده باي حاجه؟ للاسف كل كلامه كدب في كدب، ما عرفتش اطلع من كلامه باي حاجه ممكن اصدقها ممكن تبقى صح، كله كدب في كدب. معنى كده بقى ان سعادتك هتصدق كلام سليم؟ لا مش معنى كدب رفاعي اني صدقت سليم. احنا هنستنى شويه، هناخد كل الكدب ده ونصفيه ونحاول نطلع منه بحاجه بجد. سعادتك لسه مصر برضه ما نجيبش الواد زناتي ده عندنا في المكتب ناخد منه كلمتين؟ وهنجيبه نعمل بيه ولا هو متهم ولا هو شاهد. خليه كده يشوفنا احنا بنعمل ايه واحنا نتابعه ونعرف رد فعله ايه. تمام صح. وفي مقطف معاد انهم يسالوك هو انت مش شاهد في القضيه بتاعت المحروس سليم الانصاري؟ لا يا زناتي، انت ما شفتش الضابط اللي اسمه صلاح ده عامل ازاي؟ ده زي ما يكون مخاوف نفسه وعارف كل حاجه. شفته وعارفه كويس، انت بس اللي خفيف وبتخاف من اي حاجه. طب انا خفيف وعيل كمان يا عم، ارتحت بس لحد كده وجبرت، خلصانه بفيونكا، انا مش هروح في داهيه يا زناتي لوحدي. بقول لك ايه؟ لا ده وقت ولا ده مكان. يلا نروح وبقى تعالى عدى عليا نتغدى في البيت ونشوف هنعمل ايه. تعرف عشان تعرف انك كنت حمار. وبعد كده اي حاجه يقولها لك ابوك تسمعها وانت ساكت. ماشي يا حاج، بس الشهاده لله الواد طلع فوره. انا مجرد ما بخيت له الكلمتين قلب الدنيا على الانترنت. الناس في المنطقه بيتعاملوا معاه كاني نجم سينمائي. انا قلت لك يا ابني العيال دي عارفه سكتها كويس قوي. اهم حاجه دلوقتي ان الواد ده يبقى تحت بطك على طول. حاضر يا حاج. وبعد كده اي حاجه اقولها لك تسمعها وانت زي الجزمه القديمه، فاهم؟ اياد مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني يا حاج، انا اقدر اتكلم. والله فيك الخير يا فاطمه. بتوع الجمعيه محدش فيهم سال عليا بنيجي شهر وزياده. الدنيا تلاهي يا نادية معلش. يا سلام، ولا حتى تليفون. معلش ملحوقه، انا هربيهم واحده واحده يوم ما اروح لهم الجمعه الجايه. الجمعه الجايه؟ الجمعه الجايه؟ تنسيت يا فاطمه ان احنا رايحين البدرشين عشان نوزع هدوم على الغلابه اللي هناك؟ وانا جايه لك عشان كده يا نادية. عشان ايه؟ ما تتكلمي على طول، في ايه؟ ما بلاش تروحي المشوار بتاع يوم الجمعه الجايه ده. ما ينفعش اروحه ليه يا فاطمه؟ يعني مشوار متعب عليكي وانت حبيبتي فيكي اللي مكفيكي. وانا امتى اشتكيت من مشاوير الخير؟ ده انا لفيت مصر حته حته في عمل الخير. هو عشان كده انا عارفه ان انت عملتي بزياده قوي واني الاوان بقى انك ترتاحي. وانا كنت اشتكيت لك يا فاطمه. فاطمه في ايه بالظبط؟ اتكلمي على طول. بصي يا حبيبتي، يعني انا انت طبعا عارفه ان انت اختي وغاليه عليا، بس بصراحه الكلام اللي بيقولوه في الجمعيه يعني مخوفني عليكي اني ضايقك، وما ينفعش ان في واحده يعني تسمعي كلمتين يضايقوكي. ما ينفعش ليه يا فاطمه؟ ومين دي اللي هتستجري وتجيب سيرتي انا ولا ابني؟ كتير كتير قوي. ده على فكره كانوا بيصوتوا عاملين تصويت علشان يشيلوكي من مجلس الاداره، ولولا انا اللي وقفت لهم. ما هم بيقولوا ان ما ينفعش، يعني ما ينفعش ايه يا فاطمه؟ ما ينفعش يبقى في واحده في مجلس الاداره وابنها مجرم وهربان من قضيه تعذيب. ما نسيوا ان انا لميتهم من قعدات النميمه اللي في النوادي وخليتهم يعملوا خير في حياتهم. نسيتي يا فاطمه ان انا وابني اللي جبت لهم حقهم في الميراث اللي كان هيتاكل، ولا نسيتي؟ والله يا حبيبتي ما جابني عندك النهارده الا معزتك عندي وخوفي عليكي وان حد يقول لك كلمه وحشه ولا يسمعك كلمه تضايقك. فكري في كلامي وما تزعليش مني. ربنا يا حبيبتي يفك كربك ويزيع عنك. عن اذنك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفيش حاجة يا ابني، اتفضل. اتفضلي يا ست. بسم الله ما شاء الله، وجابت كل ده؟ دي ما كانتش راضية تنزل ولا نقطة. اللي هي كان عندها ايه؟
هي كان عندها ايه بقى؟ ستريس. ستريكس. ايوه الاستريكس ده مرض خطير منتشر بين الحيوانات، وده نتيجه على ان المواطنين بيهينوا الحيوانات ويشتموها، وانتوا عمالين تشتموها ليل ونهار يا جاموسه يا جاموسه، فتعبت واكتئبت ومنعت اكله، ولذلك منع اللبن بعد تشخيص الدكتور وتعليماته، بيقول ان انتوا لازم تحترموها وتغيروا لها نوع البرسيم ده وتحطوا لها برسيم 92 ابو نوره ده. بعدين احنا ظبطنا لك خلاص، انا احلبها كل 3 شهور، انا مش فاضي لك بقى كل شويه اشوف شغلك. العفو يا دكتور اني ما قلتش كده. طب يلا يا بنتي، في ايه اللي بتاع اللي انت فيها دي؟ يلا يلا يا اختي انت وهي، يلا خلصنا هنا، يلا شوف حته تانية نشتغل فيها. متشكرين قوي يا دكتور، مش عارفين نعمل ايه من غيرك. كتر خيرك يا دكتور. اللي استريكس ده بيه صحيح؟ هو ده اللي مزعل حضرتك قوي كده؟ فاضل ايه تاني يا حسام؟ كسرت نفسي وإهانة، كمان يقولوا على سليم ابني رد سجون، ده يرضي ربنا ده؟ لا طبعا ما يرضيش، هما ما يستاهلوش دمع من دموعك. عامة كويس ان انت عرفتي مال حياته. بس تكترين عليا اشوف الفرحة في عيون الناس الغلابة وانا بوزع عليهم الهدوم، واسمع لي دعوة ولا دعوتين، ده يرضي ربنا يا ابني. اوعى تجيب لها سيرة يا حسام، انا جيت يا ماما. اهلا يا حبيبتي. ايه ده؟ في ايه؟ مفيش حاجة يا حبيبتي، بس انا كل ما بشوف حسام بفتكر سليم. ايه ده طنط؟ ده هيخليني ما اجيش كده. لا يا حبيبي انت تنورني في اي وقت. شوفي حسام يشرب يا سام. شاي كويس؟ لا 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 انا كده كده هقوم امشي. على طول كده؟ اه ورايا مشاوير. بس احنا مش اتفقنا هتقابل يوم الجمعة؟ ايه ده؟ تقابلوا يوم الجمعة ليه ان شاء الله؟ ماما انت استغليتي فرصة ان انا مش موجودة وخدتي ميعاد مع حسام؟ لا مش القصد، لا هو بس طنط حكيت لي على الخير اللي هي بتعمله والجمعيات بتاعتها، فانا قعدت ازن عليها لما حد ما قالت لي انها تاخدني معاها البطرشين نوزع هدوم. ان شاء الله. كده ولا ايه طنط؟ ايوه. تيجي معانا يا سلمى؟ هاجي معاكم طبعا، ما انا هسيبكم لوحدكم ولا ايه؟ تعالوا يا بنات، تعالوا يا بنات سلموا على الدكتور والمساعد بتاعه. يا اهلا وسهلا. تعال. يا اهلا وسهلا. بسم انت شفت بقى هند قبل كده صح؟ اه شفتها. ازيك يا هند؟ دي القمر بقى الوسطانيه بتاعتي هاله، ودي اخي العنقود الجميله هنا. بسم الله ما شاء الله، ايه العسل والقمر ده؟ انت في سنه كام بقى يا هنوشه؟ انا في 5 ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله، ويا ترى بقى شاطره بقى يا هنوشه في المدرسه ولا؟ خالص ده انا شاطره جدا، ده انا بطلع الاولى على المدرسه. ما شاء الله ما شاء الله، وانت في سنه كام يا هلولو؟ في ثالثه اعدادي. ما شاء الله ما شاء الله. هو احنا مش هنطلع بقى ولا اللي هنفضل في الهري كتير اللي ملوش لازمه ده؟ اه لا لا مش هنقدر في الهري ده ولا حاجه، يلا خدي اخواتك واطلعي على فوق وغيروا هدومكم وصلوا لغايه ما جيلكم. يلا. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك يا مدام حنان ويبارك فيهم ويفرحك بيهم. تربية العيال صعبة والله، وخصوصا البنات. وهمهم بيبقى أكبر لما يبقوا عايشين ومش عارفين إن كانوا يتامى ولا ليهم أب. هو إيه الموضوع ده يا ست حنان؟ أنتوا فعلا مش لاقيين أبوهم؟ ما نعرفش يا أخويا أبوهم فين، قالوا اتخطف. لا عارفين مين اللي خطفه، ولا عارفين اللي خطفوه عملوا فيه إيه، ولا عايزين منه إيه. وبعت مرسال و210، محدش رد عليا قال لي حاجة. قالوا لي بعد 3 سنين تقدري تطلعي ورقه وتقولي انك متطلقه، بس انا مش عايزه اعمل كده. انا حاسه انه هيرجع، حاسه ان هو في حته ومش قادر يجي، بس يمسوه هيظهر. وحيد الله كده يا ست حنان، ربنا يقرب البعيد ويرجعه لك بالسلامه ان شاء الله. والله تعبانه في تربيه العيال، وتعبانه قوي قوي في اداره المشروع، مش عارفه الحق عليه ولا على ايه. رجاله البلد كلهم طمعانين فيا وطمعانين في مال البنات، مش عارفه الاقيها منين ولا منين. أربي بناتي ولا أدير المشروع ولا أحرسهم ولا أخد بالي بالبهايم، مش عارفة أعمل إيه. أنا لو عايزة أشوف نفسي كنت شفت نفسي من زمان، كنت اتجوزت حودة. بس أنا ماليش في الشقاوة وماليش في الأكل الحرام، اخترت أبو البنات طيب وغلبان وبيحبني وعايز يفتح بيت، واتجوزنا وربنا رزقني بالبنات الجمال دول. بس ربنا مش كاتب لي أتهنى، مش كاتب لي بقى. لا حول ولا قوة
إلا لله. بس ربنا هيقف معايا، ربنا بيقف مع الولاية دايما، وأنا وليا وبربي ولاية، ربنا هيقف جنبي. ولا يهمك يا مدام حنان، انت ست والله يعني زي الفل وتستاهلي كل خير والله. انا ايه اللي خلاني اقولكوا الكلام ده؟ انا ليه بشيلكوا همي؟ ده انتوا كفايه اللي انتوا فيه. ازاي بس يا ست حنان؟ ده احنا اللي شايلينك همنا. بس يعني لا مؤاخذه في السؤال، معلش يعني المكان هنا امان؟ امان الامان يا باشا، ولا تقلق، عيش براحتك. بس البلد دلوقتي زمانها كلها بتتكلم عن الراجلين اللي جم المزرعه عند حنان، عشان كده عايز اقعد معاك قاعده بقى كده وافهمك الشغل شكله ايه، عشان لو حد سالك سؤال كده ولا كده تبان انك دكتور بيطري بجد يا باشا. ولد ابن حلال متربي كده وابن ناس. اه والله يا ماما، قالوا احنا اللي كنا فاكرين اللي هيقفوا جنبنا هم الناس اللي احنا عارفينهم من سنين. ربنا بعت لنا واحد ولا احنا نعرفه ولا هو يعرفنا. هي الدنيا كده يا سلمى يا بنتي حبيبتي، اذا كان الخير اللي عمله اخوك سليم في القريبين مننا ما تمرش فيهم او تمر في الغريب. هي الدنيا كده يا سلمى. مالك بس يا ماما؟ اخوكي وحشني، وحشني قوي يا سلمى. بس ان شاء الله خير. على فين يا بيه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه يا ابراهيم، خلاص ظبطنا حياتنا هنا، خلينا نتحرك بقى نشوف اللي ورانا. يعني هنشوف اللي ورانا هنعمل ايه يعني؟ احنا برضو مش هنفضل هربانين، مره فوق سطوح ومره في وسط البهايم. طب يا بيه احنا بايدنا ايه نعمله؟ مش سعادتك رحت لصلاح بيه وشرحت له كل حاجه؟ صلاح ده كان سكه وخلصت، خليه بقى نشوف سكه تانية عشان نعرف نوصل اللي احنا عايزينه. سكه تانية يعني زي مين يا فندم؟ رفاعي. رفاعي ده الوحيد اللي خلينا نوقع ولاد الكلب دول. طب ورفاعي ده هنروح له برضه يا باشا؟ لا، اللعب الأول بشوية رسائل. أي والله صح، الله ينور عليك يا بيه، مباحث مباحث. أي والله نورت بيت أخوك أبو رفاعي. أخوك ولدي يابا ودعيلي. فاكر لما تعلفني كده زي البهايم هذا يعني؟ يا جدع أنت مالك ومال البهايم بس عشان تدور عليها زيك؟ عملت لك إيه؟ وكمان ليك نفس تهزر؟ أنت جاي عليك إيه؟ ما أنا اللي متصدر في وش المدفع. يا جدع ما تبقاش غشيم، مدفع إيه بس؟ احنا ورقنا سليم ومتستف يابا ومية مية، يعني لا سليم ولا صلاح ولا الداخليه كلها تقدر تهاوب ناحيتنا. انت اصلك ما شفتوش يا زناتي، ده زي ما يكون عارف كل حاجه. يا عم ولا تايه على حركات الضباط دي، ولو عارف حاجه كان سكت ده كله. انت بس اللي خفيف، لو سمعت كلامي وهديت نفسك كده من جوه ما عادش يقدر يهاوب ناحيتك. فكرك كده وابو كده كمان. قول انت بس كده وانا هلف لك سيجاره تخليك ايه ملك زمانك، ولا وزير الداخلية نفسه يشغل بالك. كل لمين السائل اللي بعت رسالة على الأكل ده؟